ديالا وينك ديالا؟ ديالا ديالا وينك ديالا؟ زيدان صحصح زيدان ديالا ويني أنا؟ أنت هون بالمعسكر وأخيراً فاق القائد زيدان قلت لنا أنك رايح على المقر العام وفجأة اختفيت وين كنت عم تتمهيص؟ قوموا لك لما بحكي بتوقف على حيلك أنا ما عملت شي غلط لحتى أعترف فيه أنت اللي لازم تعترف لو ما فاتت الممرضة ديالة على الغرفة رجالك كانوا رح يقتلوني الزام حدودك ولك مين أنت لحتى تتهمني؟ أنا القائد زيدان بس أنت مين؟ ولك اعترف كيف مسكوك أهل الطيعة ها؟ لا تكون متفق معهم ما هيك عم تتهمني بالخيانة؟ زيدان لك أنت شو عم تحكي لك واطي؟ ما في حدا غيرك ما بصير هيك خلص سيدي اهدى هدوا حالكم خلص بقى هلأ بسمعوكم الشباب برا ما بصير هيك زيدان زيدان يلا يلا أوس يلا ولك إذا رجال أوس يلا أوس أوضاعنا كتير سيئة وكل فترة عم تطلع مصيبة جديدة وانتو هون عم تعلقوا ببعضكم مثل الولاد الزهار الشغلة مانا لعبة يا جماعة لازم نكون قد الحمل سيدي تركوا الخلافات الشخصية مو وقتها لازمنا حلول جديدة طالما شرطة الريف موجودين التنظيم رح يضل بخطر مشان هيك لازم نتصرف ونلاقي حل هالمشكلة سيدي تعبنا وبقترح نعرض الموضوع باجتماع القيادة القيادة أخذت قرارات جديدة بدنا نلاقي طريقة تربط الناس فينا أكتر وخصوصي الأغوات ورجال الدين لهيك لازم نخطف أولادهم ونجيبهم لعنا رح نخلي هدول الشباب يشتغلوا مع التنظيم بهالطريقة رح تصف معنا العشائر المتدينة كمان بلشوا بالخطوة الأولى بتروحوا اليوم على ضيعة كمال آغا وبتخطفوا ابن الآغا كمال آغا معروف إنه متدين بدنا نخطف له ابنه ونجيبه ونخلي الآغا كمال ينسى كل شيء ويفكر بابنه وهيك رح ينفذ كل طلبات التنظيم طمني الولد أخذ برد مشان هيك هو مرضان رح أوصف له أدوية ومقويات يسلموا إذنك دكتور لك مو أنت أبو للولد قرب لشوف ليش واقف تأمر يا أبي قربي نعم دكتور طارق تعا حبيبي هذا جواد ابني الكبير هو خجول شوي أهلا وسهلا جواد أهلين فيك يا دكتور صحيح هو خجول شوي بس شاب أبضاي وراح يكون من الشرطة أصلاً الشباب اللي مثل جواد هنن يلي راح يخلصونا من الإرهاب
معك حق يا ابني، معك حق. بإذن الله رح نقدر عليهم كلهم دكتور. إن شاء الله. بسيطة يا عبدو، فكر رح مرق له قصة الست نجلة. لعمة بعيونه شو كذاب، قال اللحشة عنده من زمان. لك هالرجال كلهم كذابين وما في منهم خير بنوب. حنان، شو بدك؟ مين اللي بعت المكتوب لنيرمين؟ شو بيعرفني؟ روح اسألها. حنان اسمعيني منيح، احكي ولا تخليني اعصب اكثر من هيك. ها خوفتني والله. اذا كنت ناوي تخليني اعترف لك انه هالمكتوب من اخو لراجي، ما رح اعترف لك. سليم، انا ما قلت لك اسمه، شو عرفك انه هو؟ العمى انا شو جدبه، البنت نبهتني انه ما احكي له شيء. ولا ولا غواطي، لك انت كيف تتجرأ تبعت مكتوب لمرتي؟ كيف كيف يا قليل الشرف؟ كيف شو جنيت انت؟ انا ما عملت شيء. لك عم تكذب كمان. شوفوا لا نرمي لساتها مرتي، واذا شفتك عم تقرب عليها ابقت لك بايدي التنتين هدول، عم تفهم؟ لا تخافي نيرمين، رح خلصك من هالواطي، لا تخافي. نيرمين يلا بنتي قومي تجهزي. امي قلت لك انا ماني رايحه. لك والله رح تزعل منك ديالا. انتي ليش كل هالقد عنيده؟ امي انا جاهز. خزيت العين يا ابني، طالع كتير حلو. نيرمين يلا بنتي قومي. خلص امي. مرحبا خالي، كيفكن؟ انا جايه لاخذ نيرمين. لا تزعلي مني بس انا ماني رايحه. ما بيصير بهيك يوم معقولة تتركيني نيرمين؟ أصلاً أنا مالي حدا غيركم. يا حبيبتي بعدين أنا بعتبرك مثل أختي. وظلال نيرمين أنت لساتك مرته لأيمن، ظلال وحدة غريبة ورح يجي يوم وتروح. يلا جهزي حالك، معقول تتركيني بهيك يوم؟ يلا جهزي حالك. ماشي أمي رح روح. خلي لي اياكي. قربوا يوصلوا يا ابني. يلا ما بدنا نتاخر عليهم، خلينا نروح وبتلحقنا نيرمين. يلا بنتي جهزي حالك. يلا. يلا امشوا. امي ما غيرت رايها؟ لا والله يا ابني، أنا قلت لك كل شي بصراحة. خلاص.